Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? والآن سوف أقول لكم بعض الإقوالي الحزينة. ليه ما فيتش نجار ينشر الفرح جوانا؟ أو طباخ لذوقنا طعم الفرح؟ ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن. التريلر اللي هنعمله رياكشن هو فيلم جوكر. التريلر طبعا انا كنت متحمس ليه جدا ان انا اشوفه، خصوصا انا كنت بتابع اخبار الفيلم ده اساسا عن طريق السوشيال ميديا على انستغرام. كان تود فيليبس كان بيحط دايما صور على انستغرام، ان بيحط دايما فيديوز وصور عن الفيلم ده، فده شوقني اكتر. طبعا كالعاده ما شفتش الفيديو ولا مره. هو انا كنت عندي خبر ان هو كان هينزل التريلر، التيزر عفوا مش تريلر، لان قالوا ان هو تيزر هينزل النهارده مش الاوفيشال تريلر، بس انا كنت عارف من امبارح ان هينزلوه النهارده. فانا تقريبا كنت قاعد مستني طول اليوم اصلا ان هم ينزلوا التيزر دي، وفعلا نزلوها ما فيش بقالهم 4 ساعات. فقلت طبعا لازم اعمل لها ستيفلر رياكشن. طبعا كالعاده ما شفتش الفيديو ولا مره، التريلر ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Arthur, does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. Stop them! Even though it's breaking, when they rock, you'll get by. What? If you smile to your fear and sigh, and maybe tomorrow. Gotham's lost its way. Someone who hides behind a mask. اوكي يا جماعه، التيزر فشيخه يعني بجد. خواكين فينيكس شكله عمل دور ملوش حل. الراجل ده اصلا underrated بطريقه مش طبيعيه يا جدعان، هو وجيك جينهال. بس جيك جينهال ده حطه على جنب دلوقتي، يعني شكله فيلم هيبقى بجد عامل دور ده عبقري. خواكين فينيكس هو انا خدت بالي من الفيلم ان هو هيز ستاند اب كوميديان، وبعد كده طردوه تقريبا، وبعد كده بقى سايكوباتي. في صاحبته اللي هي صوفي دي صاحبه يعتبر ارثر فليك اللي هو جوكر، وفي كمان روبرت دينيرو تقريبا هو اللي بينظم العروض بتاعه الستاند اب كوميدي اللي كانت موجوده. خدتوا بالكم من في التريلر اللي ظهر في التلفزيون ده تقريبا توماس وين، ده ابو بروس وين باتمان يعني، كان قبل ما يكبر. او طبعا هو في الفيلم ده طبعا مفيش باتمان وشخصيه السوبر هيرو طبعا والكلام ده كله، هو بيجيب لنا الاوريجين ستوري بتاعه الجوكر. حتى لو خدتوا بالكم كان في حتى كمان بروس وين وهو صغير لما كان بيعمل له كده. قبل ما الفيلم ده كان يتعمل كانوا قالوا ان ليوناردو دي كابري كان المفروض كان مترشح للدور الجوكر في الفيلم ده، بس تقريبا كان كلها كانت اشاعات. انا مش شايف وجهة نظري
لو كان ليوناردو دي كابريو كان اختاروا له الدور كان ممكن فعلا يعمل دور حلو، بس في اعتقادي الشخصي ما كانش هيبقى حلو زي خواكين فينيكس. اول ما عرفت ان خواكين فينيكس هو اللي هيعمل دور الجوكر اصلا كنت متحمس جدا للفيلم، لان انا عارف ان هو فعلا بجد ممثل شاطر. ولو حضرتك خدتوا بالكم ان كل اللي عملوا ادوار الجوكر في الثلاث افلام اللي فاتوا كلهم اترشحوا اوسكار وكسبوا، منهم جاك نيكلسون اترشح اوسكار وكسب، بس طبعا مش في افلام الجوكر كعامه يعني، كان جاك نيكلسون كان اترشح وكسب، وهيت ليدجر كان اترشح وكسب، وجاريد ليتو كان اترشح وكسب، خواكين فينيكس اترشح بس ما كسبش. ده يعتبر اول فيلم اللي دي سي هيبقى مشتق من افلام دي سي، يعني هيبقى اسمه ستاند الون موفي. انا كمارفل فان، انا بصراحه اللي عارفني ما بحبش افلام دي سي، بس الفيلم ده سواء انت بتحب مارفل او بتحب دي سي طبعا كله منتظر الفيلم ده. انا مش من محبي دي سي يونيفرس، لان لحد دلوقتي افلامهم كلها بالنسبه لي ما كانتش حلوه، على الرغم من ان انا ما شفتش اكوامان برضو لحد دلوقتي. بس انا متاكد ان دي سي هترجع بقوه جامده يعني بعد الفيلم ده، وبشازام برضو احنا مستنيين شازام هينزل تقريبا كمان كام يوم. شازام برضو انا متاكد ان هو هيعلي دي سي بطريقه جامده. بطوله الفيلم هيبقى خواكين فينيكس طبعا في دور ارثر فليك اللي هو الجوكر، وروبرت دينيرو زي ما قلنا ان هو مقدم العروض تقريبا بتاعه الستاند اب كوميدي اللي هتبقى في الفيلم. وفي كمان انا باكوين. روبرت دينيرو السنه دي احنا مستنيينه برضو في فيلم ذا ايرشمان، هيبقى مع الباتشينو وجو باشي، طبعا اخراج مارتن سكورسيزي. طبعا كلنا برضو مستنيين الفيلم ده. انا لوكو السنه دي في 2019 في افلام جامده يعني. الفيلم من اخراج تود فيليبس، هو مخرج ثلاثيه افلام هانج اوفر، المخرج الكوميدي المشهور، وهو تقريبا هو برضو ساهم في كتابه الفيلم ده. موعد عرض الفيلم في 3 اكتوبر ان شاء الله كلنا في السينما هنتفرج عليه. اساسا نسبه ترقبي للفيلم 10 من 10 بكل تاكيد. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. My life was a tragedy, but now I realize it's a comedy.